الطريقه الثانيه النون هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن. لو عندنا معادله نون هوموجينيوس، نون هوموجينيوس يعني ايه؟ يعني المعادله واي دبل داش زائد حاجه الداش زائد تسعه واي مثلا بيساوي رقم. المفروض ان هي دايما المعادله كانت بتساوي زيرو، لو هي بتساوي الرقم دي بنسميها نون هوموجينيوس، لو بتساوي زيرو تبقى هوموجينيوس. لما بتساوي رقم يبقى عندنا حل للجزء اللي في الجنب ده، لو اللي هو ناحيه اليمين بنسميه البارتيكولار سوليوشن، وعندنا حل للمعادله التفاضليه نفسها بنسميه الواي سي اللي هو الكومبلمنتري سوليوشن. يبقى في حل للكومبلمنتري وفي حل للبارتيكولار، والحل الكلي بيساوي مجموع الاثنين. مجموع الاثنين. طيب لو كان القصه دي، لو كانت المعادله او يبقى احنا عندنا زي ما قلنا الفانكشن بتاعتنا اللي هي هنسميها الجي اوف اكس، احنا المفروض عندنا مثلا واي دبل داش زائد 2 واي داش زائد 5 هيساوي الفانكشن دي اللي هي الجي اوف اكس، فدي الفانكشن البارتيكولر. ودي الفانكشن الاصليه. طيب فدلوقتي هناخد حالات على حسب شكل الفانكشن دي. لو كانت الفانكشن دي اي اس دلتا اكس رقم في الاكس، يعني مثلا اي اس 5 اكس اي اس 7 اكس، بنعمل ايه؟ بنكتب يبقى الواي بارتيكولر، الحل بقى البارتيكولر بتاع ده اللي هي جي اكس دي هيبقى واحد على اي دي تربيع زائد اي 1 تي زائد اي 0. باخد الناحية التانية بطلع بحول المعادلة التفاضلية دي لمعادلة جبرية، وباخد القيم بتاعة الـ A1 والـ A2 والـ A3 منها، أنا بحولها معادلة جبرية وآخد القيم بتاعتها. إي أس دلتا إكس ده الحل، تمام؟ والدي ساعتها بتقول لدلتا يعني بتساوي دلتا، يعني أعوض عن الدي بالقيمه اللي فوق، يعني لو هي اي اس 5 يبقى انا اعوض عن الدي ب 5، لو هي اي اس 7 اعوض عن الدي ب 7 وهكذا. يبقى لو اي اس دلتا اكس بعوض عن طول عن القيمه هنا. طيب لو كانت المعادله دي لا شكلها مش اي اس حاجه، المعادله شكلها اي ان اكس اس ان اي ان اكس ناقص 1، يعني المعادله اكس تربيع زائد اكس زائد 3 اكس زائد المعادله دي فيها اكسات حاجة. تمام؟ فبعمل ايه انا؟ يعني مثلا زي ما هو بيقول اكس اس ان زائد ايه؟ ايه ان ناقص واحد رقم في اكس اس ان ناقص واحد وهكذا، يعني معادله. اعمل ايه؟ هل الواي بارتيكولار بتاعتها ساعتها باع من نفس المقدار ده، باخد حول المعادله الثانيه الجبريه واخد منها بتاع ده القيم بتاعتها الـ A1 والـ A2 والـ A والـ A0، وبعد كده بضربها في المعادلة أصلا اللي هي الـ GX. أنا بحط الـ GX هنا. وبعد كده آخد ده أفكه، فممكن يبقى إيه بالشكل ده؟ واحد زائد جي دي زائد جي دي تربيع زائد جي دي، يبقى ايه التفاضلات هيساوي واحد زائد التفاضل الاولاني للداله، التفاضل الثاني للداله، التفاضل الثالث للداله، وهكذا. وهبدا ان انا ايه افاضل داله واضرب الاثنين بعض، بفك ده واطلع الثاني حيث ان هو بيساوي واحد زائد جي دي التفاضل الاولاني زائد التفاضل الثاني زائد التفاضل الثالث وهكذا. تمام؟ طيب لو الداله بتاعتي كانت اكس تربيع مثلا، فهي ليها واحد وليها تفاضل اولاني وليها تفاضل ثاني، لكن بعد كده التفاضلات كلها ايه؟ بصفر. التفاضل الثالث الاكس تربيع بصفر، التفاضل الرابع بصفر، التفاضل الخامس وهكذا. ف ما باخدش غير لحد ما قيمه الاس بتاع التفاضل، الاس بتاع دي هيساوي الاس بتاع الاكس ده بيساوي ده، الاكبر من كده ده كله اصغر.
طيب تعال ناخد مثال عشان نفهم كويس. هنبدا بالاسهل اللي هو الجزء اللي فوق، لما دي بقى بتساوي ايه؟ يبقى المعادله هي واي دومين داش زائد 2 واي داش زائد 2 واي بيساوي 5 اي اس 6 اكس. يبقى اذا ادي الداله جي اكس. نبدا نحل الناحيه الاولانيه عشان خاطر نجيب نحول لمعادله تفاضل. بنبدا نحل الهوموجينس. طيب الهوموجينس بنفرض لها على طول دايما الفرض ده، يعني الواي هتساوي اي اس لامدا اكس حيث ده لا يساوي صفر. وبعدين بنيجي نقول طب خلاص بما ان ده الواي يبقى اذا التفاضل بتاعه بيساوي لامدا اي اس لامدا اكس، وبالتالي التفاضل الثاني هيساوي ايه؟ اس هيساوي لامدا تربيع اي اس لامدا اكس. يبقى اذا نقدر نحط ده فوق هنا لو عوضنا بالحاجات دي فوق هنا، يبقى اذا الواي دبل داش يبقى اذا هتبقى لندا تربيع ايه اس لندا اكس زائد لندا، وطبعا في 2 هنا يبقى 2 لندا ايه اس لندا اكس. بناخد الحاجات دي نعوضها في مكانها فوق زائد 2 واي اللي هي ايه اس لندا، يبقى لندا تربيع زائد 2 لندا زائد 2. الكلام ده كله هيساوي ايه؟ هيساوي صفر، لان احنا بنقول ان احنا بنحل المعادله الهوموجينيس، الهوموجينيس دايما بتساوي صفر. طيب وبعدين اقدر ساعتها ان انا اشيل دول، يبقى بقت عندي معادله في لندا اللي هي لندا تربيع زائد 2 لندا زائد 2 بيساوي صفر، وبقت دي هي ايه؟ المعادلة بتاعتي. دي المعادلة الجبرية اللي احنا بنطلعها من ايه؟ من اصل المعادلة التفاضلية. طيب وبعدين احل بقى المعادلة دي. لو حليت المعادلة دي يبقى اذا اللمضة هتساوي لمضة 1/2. حل المعادلة دي باستخدام القانون العام، يبقى ماينس ايه ايه تربيع ناقص 4 اي سي، يبقى هنا هو ايه ماينس بي موجب او سالب كسر بي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي، يبقى ماينس بي بي موجب او سالب كسر بي تربيع ناقص 4 اي سي. طيب تعال نعوض ال A بواحد، ال B باتنين، وال C باتنين. يبقى عند التعويض هنلاقي إن احنا اتنين يبقى ماينس اتنين بلس أند ماينس كسر أربعة اللي هي ال B تربيع ناقص أربعة في ال A بواحد، ال C باتنين يبقى اتنين على 2 في 1، يعني نقدر برضو ايه يبقى 4 ناقص 4 2، 4 ناقص 8 يبقى 4 ناقص 4 يبقى سالب 2 بلس ماينس جذر سالب 4 على 2 سالب 4 اللي هو 2 4. طبعا 2 في جذر ماينس 1 يبقى نقدر نقول سالب 2 بلس اور ماينس 2 اي على 2، يبقى دي زي ما هي سالب 2، 2 دي زي ما هي، دي جذر سالب 4 نقدر نقول ان هي سالب، طلع الجذر او بتساوي جذر 4 في جذر ماينس 1. جذر ماينس واحد ده هو الـ i،
جذر الأربعة باتنين، يبقى سالب اتنين بلس وماينس اتنين أي على اتنين، فنقدر نقسم نوزع الاتنين هنا وهنا، يبقى إذا سالب واحد بلس أو ماينس اتنين أي، يبقى الحلين بتوعنا سالب واحد بلس أو ماينس بلاش بلس أو ماينس طيب طالما ان هي طلع الجذرين بتوعنا دول تخيليين، يبقى اذا الحل هيبقى على الصيغه دي، الواي الكومبلمنتري اللي هو الحل بتاع الجينيوس بيساوي ايه اس الفا اكس في سي 1 كوزاين بي اوف اكس زائد سي 2 ساين بي اوف اكس. طيب هي دي الفا بلس بيتا اي، يبقى اذا الفا بسالب واحد والبيتا بواحد، اخذنا الموجب، يبقى نقدر نكتب اي اس سالب اكس سي واحد كوزاين اكس اللي هي البيتا بواحد، بعد كده سي اتنين ساين، يبقى إذا ده شكل المعادلة والحل بتاعها، ده الكومبلمنتري اللي هو الحل بتاع الهوموجينيوس. نبدأ نخش بقى في الحل بتاع البارتيكولار، إيه الحل اللي هو بتاع الاحتمالية. طيب إحنا قلنا الحل بتاع البارتيكولار بيبقى عبارة عن واحد على المعادلة دي تربيع نص بالبارامترز بتاعت التفاضل اللي فوق. تعال نبص طيب هناك، دي كان شكل المعادلة باللمضة، هنشيل اللمضة ونحط دي، يبقى دي تربيع ده 2 دي زائد 2، ده شكل واحد على ايه التفاضل. احنا قلنا بنكتب المعاملات هنا هي المعاملات بتاعت الهوموجينيوس، وبنضرب الداله اللي هي 5 اي اس 6 اكس. قلنا لو كانت الداله على الشكل ده اي اس دلتا اكس يبقى دي ب 6، يبقى دي بيساوي الدلتا، فهنيجي يعني نعمل كده، يبقى واحد نعوض 6 تربيع زائد 2 ب 6 زائد 2 يساوي 5 اس 6 اكس، ده كله بكام بقى؟ 36، 2 في 6 12 زائد 2 يبقى 18 و36 يبقى 50، 16 و36 ب 50، لو حسبنا كده اهو، واحد على 6 تربيع زائد 2 في 6 دي 12 زائد 2 يبقى 14، يبقى 50. طيب يبقى 50 في 5 اي اس 6 اكس. طيب الاقي عندي ايه اللي بيروح مع مين؟ ده اللي هتبقى 1 على 10، يبقى 1 على 10 اي اس 6 اكس، وده الحل البارتيكولر. يبقى احنا كده عندنا حل البارتيكولر 1 على 10 اي اس 6 اكس، والحل الهوموجينيوس عباره عن اي اس ماينس سي 1 كوزاين. طيب ما نقدر نكتب الحل التوتال هو الواي عباره عن حلين، الواي الكومبلمنتري زائد الواي البارتيكولر، ونقدر نقول ده بيساوي الاي اس ماينس اكس اللي هو الحل الاولاني سي 1 كوزاين اكس زائد سي 2 ساين اكس، واقفل القوس، زائد الحل الثاني اللي هو 1 على 10 اي اس 6 اكس. تمام، يبقى انا كده حليت.
يبقى انا ايه اللي انا عملته الاول؟ حليت الهوموجينيس الاول بان انا فرضت اي اس لاندا اكس، وبعد كده بعد ما حليتها طلعت المعادله الجبريه دي، حليت المعادله الجبريه، لقيت المعادله الجبريه بتطلع لي حل تخيلي. يبقى اذا الحل بتاع المعادله الجبريه على شكل اي اس الفا اكس سي 1 كوساين بي بي اكس سي 2 ساين بي اكس، يبقى اذا بالشكل ده يبقى ده الحل الكومبلمنتري. وبعد كده البارتيكولار قلنا لو احنا عندنا فوق دلتا هنا او المعادله دي او المظله دي على شكل اي اس دلتا، يبقى اذا 1 على دي تربيع 2 دي زائد ايه، بناخد المعاملات بتاعتها من اللي فوق هنا دي، من هنا 1 و2 و2، وبالتالي نحط هنا 1 برضو و2 و2 ونعوض عنها ب 6، او نعوض عنها بالرقم اللي فوق اللي هو الدلتا، يبقى يطلع كده يطلع معانا 1 10 6 تمام بشكل. طيب هي عندنا واحدة تانية اهي، وفي الاثنين نشوف بقى لو كانت المعادلة على شكل 4 اكس تربيع، يبقى انا لو عندي واي دبل داش زائد 3 واي داش زائد 2 واي هيساوي 4 اكس تربيع. لو عندي معادلة بالشكل ده، الجنب ده الكومبلمنتري، الجنب ده البارتيكولار. البارتيكولار هنا على شكل 4 اكس. حل الاول الكومبلمنتري، هحل المعادله على انها هوموجينيوس، يبقى واي دبل داش زائد 3 واي داش زائد 2 واي ايكوال كام؟ ايكوال 0. وبعدين هبدا ان انا اعوض عن الواي باي اس لامدا اكس. لو عوضت عن الواي اي اس لامدا اكس زي ما احنا قلنا هنا، الواي داش هيساوي اي هيساوي تفاضل بقى ده اللي هو لامدا اي اس ماينس لا اس لامدا اكس، التفاضل الثاني هيساوي لامدا تربيع اي اس لامدا اكس. لو اخذنا التعليقات دول او عوضنا عنهم فوق هنا، بقدر اكتب ان لامدا تربيع زائد 3 لامدا زائد 2 بيساوي صفر، ودي شكل المعادله بتاعتنا. نقدر نحل المعادله دي جبريا طبعا معاهم الاي اس لامدا اكس، والاي اس لامدا اكس ايه احنا بنكنسل. طيب وبالتالي عندنا الاي والبي، يبقى هنا الاي واحد والبي بثلاثة سي ب 2، نقدر نعوض في ماينس بي ماينس بي بلس وماينس جذر بي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي، فاحنا هنعوض بالاي والبي والسي، يبقى بذور المعادله لما 1 و2 طبعا المعادله تربيع فليها جذرين ماينس بي بلس اور ماينس جذر بي تربيع 4 اي سي على 2 اي. لو عوضنا يبقى ماينس 3 بلس اور ماينس جذر 9 ناقص 4 في 1 في 2 يبقى 4 في 2 على 2، طبعا 2 في 1 9 ناقص 4 في 1 بكام؟ ب 8، ب 8 يبقى 9 ناقص 4 دي ب 1، 4 في 2 ب 8 و9 ناقص 8 ب 1 يبقى ماينس 3 بلس اور ماينس جذر 1 على 2،
يبقى إذن كده جذر الواحد طبعا واحد، يبقى الحل ده هناخد الموجب بتاعه يبقى سالب 3 زائد 1 على 2 بيساوي سالب 3 زائد 1 على 2 بيساوي سالب 1. يبقى إذن المعادلة الحل بتاعها بواحد، يعني بسالب 1. يبقى لندا سالب 1، هنيجي نعمل إيه؟ نعوض بقى، إحنا قلنا الأصل المعادلة على صورة يقص لندا. لما اللندا بكام؟ بسالب واحد الأولانية اللي هي البلس، واللندا لو احنا عملنا برضو ايه؟ البلس والماينس هنا يبقى في حالة البلس تلاتة سالب تلاتة زائد واحد على اتنين بقيت بسالب واحد، في حالة الماينس سالب تلاتة سالب واحد على اتنين، سالب تلاتة سالب واحد على اتنين يبقى سالب أربعة على اتنين بسالب اتنين، يبقى لا إما كده لا إما كده، يبقى دول اتنين بقى سي واحد إيه أس اللمضة خلاص زائد ب سالب واحد يبقى سالب اكس بلس سي اتنين اي اس سالب اتنين اكس. وده يبقى الكومبلمنتري الحل بتاع المعادلة الفوتية. طيب عايزين نخش بقى للجزء الثاني البارتيكولر. احنا قلنا البارتيكولر هنكتبه بالشكل ده، واحد على نفس ايه، هناخد نفس المعاملات بتاعت الحل اللي فوق ده الهوموجينيتي. يبقى البارتيكولر عباره عن واحد على اتنين دي تربيع زائد ايه واحد دي زائد ايه نوت. في 4 اكس تربيع في الدالة نفسها اللي احنا المفروض بنعملها اللي هي الدالة اللي كانت قدام اللي هي جي اكس يعني اللي هي دي. طيب نعوض بقى ايه بالمعاملات. لو احنا رجعنا بصينا كده في المعاملات هنلاقي ان المعامل ده 1 و3 و2 يبقى ده بواحد ده بتلاتة وده باتنين. طيب هنقدر نعوض يبقى واحد على دي تربيع زائد زي ما هو كاتب كده دي تربيع زائد تلاتة دي زائد اتنين، ونكتب الناحية دي يبقى دي تربيع زائد تلاتة دي زائد اتنين، نكتب الناحية دي أربعة إكس. يبقى هنا إيه بالشكل ده. وبعدين عايزين نفك بقى إحنا إيه، عايزين نفك ده الواحد على دي تربيع زائد تلاتة إكس زائد تلاتة دي دي زائد اتنين دي عايزين نفكها. طيب هنفكها إزاي؟ هنخليها هناخد الاثنين عامل مشترك من تحت. لو احنا خدنا الاثنين عامل مشترك هنا اصلا في 4 اكس تربيع، تمام نقدر ناخد الاثنين عامل مشترك. لو خدنا الاثنين عامل مشترك من هنا يبقى الاثنين دي بقت واحد، والدي تربيع زائد 3 دي ده بقى ايه؟ على اتنين. يبقى احنا قدرنا ناخد اتنين عند المسار من هنا خلينا الاتنين عامل مشترك، فنقدر الاتنين مع الاربعة طبعا تبقى
اتنين بس، وتحت هنا ده واحد زائد دي تربيع زائد تلاتة دي على دي. يبقى احنا محتاجين نخليها على الشكل ده، واحد زائد دال، واحد زائد دال، عشان نقدر نعبر عنها بالطريقة دي. يبقى لازم نخليها واحد زائد دال أو واحد ناقص دال. لو هي واحد زائد دال يبقى شكلها كده، واحد ناقص جي زائد جي واحد هكذا. طيب احنا خليناها واحد زائد دال، وبعد كده نبدأ نفكها. يبقى لو حبينا نفكها 4 على 2 زي ما قلنا 2، تفتح قوس لفك الدالة دي. الدالة دي هنفك واحد، يبقى أول رقم واحد، وبعد كده ناقص الدالة اللي هي دي تربيع زائد 3 دي على 2. وبعد كده نفس الدالة تربيع، هتقول نفس الدالة تكعيب بس بالسالب. خد بالك بقى ان احنا ايه بعد ما نفك ده هنا، يبقى الواحد هينزل زي ما هو، دي تربيع زائد 3 ده نقدر ناخد النص بره، يبقى تربيع زائد 3 دي، وبعد كده تفاضل اس 4، تفاضل اس 3، تفاضل اس 2. طبعا تفاضل اكس تربيع اس 2 بصفر، يبقى انا ايه ما اكملش بقى بعد كده، انا اخري التربيع والدي، فغالبا انا ايه مش هشتغل على اكتر من ده. يبقى ده كأن ليها تكملة، وافك دول طبعا. ده كل المفروض ضيف كان في الاكس تربيع الدال. طيب انا دلوقتي افك ده، يبقى 2 في 1 ناقص نص دي تربيع زائد 3 دي. يبقى نضيف بقى الجزء الثاني ده اللي هو دي تربيع زائد 3 دي على 2 الكل تربيع، انه هيطلع لنا دي تربيع في الاخر، فممكن نستخدمها. طيب لو فكينا دي هتبقى دي تربيع زائد 3 دي على 2، نقدر ناخد النص بره، يبقى نص دي تربيع زائد 3 دي، تمام. طيب وبالنسبه للناحيه الثانيه اللي هي كانت دي تربيع زائد 3 دي على 2 كل تربيع، نقدر برضه نفكها. نفكها ازاي؟ طبعا هنربع اللي فوق ونربع اللي تحت. لو ربعنا اللي فوق دي تربيع بدي اس 4، التلاتة دي تربعها ب 9 دي تربيع، وبعدين نضرب الاول والثاني ب 2، يبقى دي تربيع في دي بدي تكعيب، ونضرب ب 2 في 3 ب 6. يبقى اذا هتبقى عندنا تساوي، يبقى دي هتبقى
ربع من التربيع من اتنين بربع اللي من تحت دي تربيعها بربع، وتربيع اللي فوق عبارة عن دي أس 4 زائد 6 دي أس 3 زائد 9 دي تربيع. ها يبقى احنا المفروض هنعمل ايه؟ هناخد الاكس تربيع نضربه في الاكسبريشن اللي فوق. طيب تعالى كده نضرب، اولا اكس تربيع في واحد باكس تربيع، بعد كده ماينس نص دي تربيع في اكس تربيع، يعني تفاضل الاكس تربيع مرتين، تفاضل الاكس تربيع مرتين بايه؟ ب 2، يعني تفاضل اكس تربيع مره ب 2 اكس ثم تفاضلها مره ثانيه تبقى ب 2. بعد كده 3 دي اكس تربيع، نحط 3 زي ما هي اهي، وبعدين نفاضل الاكس تربيع مره تفاضلها ب 2 اكس. طيب تعالى نعوض هنا اهو، يبقى 2 نفتح قوس اكس نضرب تبقى اكس تربيع ناقص نص ونفتح قوس، نكتب هنا التفاضل زي ما قلنا، تفاضل الاكس تربيع ب 2 زائد 3 تفاضل الاكس تربيع مره واحده 2 اكس، وفي القوس تاني يبقى كده بقت معانا نص 2 زائد 3 2 اكس. زائد ربع، وبعد كده نضرب دي اس 4 اكس تربيع تفاضل الرابع بصفر، احنا تفاضل اخرنا تفاضل الثاني، تفاضل الثاني ب 2، الثالث بصفر والرابع بصفر، طالما ان الاس بتاع التفاضل الام ده اعلى من الام فالتفاضل بصفر، تمام بصفر. يبقى اذا ده بصفر، دي اس 4 ده بصفر، ودي اس 3 ده بصفر، وبعدين الدي تربيع بكام؟ 2. يبقى اذا نقدر نكتب ربع 9، يبقى ده خلاص ده صفر وده برضه صفر وده ب 2، يبقى 9 في 2 تربيع. فإذا ده بصفر وده بصفر، يبقى اتفضل معانا 9 والتفاضل الثاني للإكس تربيع ب 2. نقدر بقى نجمع ونطلع المعادلة، هنلاقي عندنا الاثنين لما نضربها تبقى 2 إكس تربيع، ولما نضربها هنا اتفضل لي الإكسبريشن ده بس، يبقى 2 زائد 6 إكس، يبقى أنا أقدر أقول يساوي 2 إكس تربيع ناقص 6 زائد 2 زائد 6 اكس زائد 4، طبعا ده 4 هنا تروح مع الاثنين يتفضل 9 على 2 يبقى 9 على 2 والناحية دي يبقى 2 اكس تربيع، وخلاص 2 زائد 6 اكس وهنا بقت 9، وبعدين خلاص 2 اكس تربيع تنزل زي ما هي، ال2 وال9 دول يبقوا 7 والسالب يخش على 6 اكس يبقى سالب 6 اكس، فبقت معايا دلوقتي 2 اكس تربيع ناقص 6 اكس زائد 7، ويبقى ده الحل الثاني ان بارتيكولر، ونقدر نقول ان الحل التوتال بيساوي الكومبلمنتري زائد البارتيكولر. الكومبلمنتري احنا مطلعينه من شويه اللي هو سي 1 اي اس ماينس اكس 2 اس 2 اكس، والثاني طلعناه ب 2 اكس تربيع ناقص 6 اكس زائد 7. طيب يبقى احنا المفروض نعمل ايه لو عندنا بارتيكولر سولوشن؟ نعمل ايه؟ بنطلع الواحد على ايه تربيع دي تربيع زائد اي واحد دي زائد اي نقطه بالمعاملات زي ما قلنا بتاعه الحل الكومبلمنتري، وبعدين بعد ما بنطلعه او الحل الهوموجينيوس، بعد ما بنطلعه زي كده بنحول الجزء ده لواحد زائد دي تربيع زائد 3 دي عشان نعرف ان احنا نفك الفاكهه. طبعا احنا اخرنا زي ما قلنا لو احنا عندنا اكس تربيع اخرنا تربيع، لان اللي بيطلع في التربيع لو عندنا تكعيب يبقى اخرنا تكعيب وهكذا، ف
بنفك، وبعد كده بعد ما نفك بنضرب، ثم نطلع المعادلة في النهاية. طيب عندنا المعادلة رقم 3 أو الحل رقم 3، نفس الكلام، ولكن المعادلة هنا عبارة عن إيه؟ 5 إكس زائد 2 إي أس ماينس إكس، يبقى الدالة دي عبارة عن حاجتين. طيب نبدأ الأول بالدالة الهوموجينيوس، نعوض بالإي أس لندا إكس، والتفاضل بتاعها إيه؟ لندا إي أس لندا إكس، والتفاضل بتاعه لندا تربيع إي أس لندا إكس، نعوض بالكلام ده هنا، يطلع لنا المعادلة لندا تربيع زائد 8، لندا تربيع زائد 8 يساوي 0. طب يبقى اللندا تربيع بيساوي سالب 8، سالب يبقى إيه؟ يبقى تخيلي على طول. يبقى إذا كان لندا بتساوي بلس أو ماينس جذر سالب 8، يبقى السالب 8 دي نقدر نحطها 2 في 4، يبقى الأربعة تطلع بره، يبقى بلس أو ماينس 2 جذر 2 اي. وزي ما قلنا لو اللمضة تخيلي، لو اللمضة تخيلي بتبقى الحل على شكل اي أس لمضة اكس سي 1 كوساين سي 2 ساين. طيب وبكتب هنا الاي والبي. يبقى هنا وده ايه؟ الايه؟ او الفا، بلاش، احنا ممكن نكتبها الفا زائد بيتا اي. طيب الالفا هنا بكام؟ بما ان مفيش رقم، يبقى الالفا بصفر. طيب والبيتا بكام؟ ب2 جذر. يبقى اذا الاي اس الفا اكس سي 1 كوزين وهكذا، نقدر نحط بقى، نعوض عن البيتا بايه؟ 2 جذر 2 اكس، ونعوض هنا 2 جذر 2 اكس، ونعوض عن الالفا بصفر، اي اس صفر بواحد. يبقى اذا ده خلاص بقى بكام؟ بقى بواحد. يبقى اذا ما يهمناش، هنكتب الجزء اللي جوه داخل ده على طول، سي 1 كوزين زائد سي 1 ساين. يبقى اذا ده له حل الهوموجينيوس او الكومبلمنتري. نروح بقى للحل البارتيكولر، احنا شايفين الداله على هيئه ايه؟ 5 اكس بلس 2 اي اس ماينس اكس. فنقدر نقول ان احنا طبعا هنحط الاول الجزء ده بحيث ان المعاملات تساوي المعاملات بتاعت المعادلات الجبريه. طب هنا عندنا واحد وصفر و8، يبقى واحد، وطبعا في نص صفر مش موجود، و8، يبقى واحد ادي تربيع زائد 8، 5x زائد 2 اي اس اي اس ماينس اكس. طيب يبقى نقدر نقسمها حتتين، دي ودي. يبقى احنا عندنا كده حلين بارتيكولر، حلين بارتيكولر. الحل الاولاني ده اللي عاديه زي ما احنا عملناها من شويه، هنعمل ايه؟ هناخد واحده دي تربيع زائد 8، نحوله إيه؟ ناخد 8 عامل مشترك، لو خدنا 8 عامل مشترك يبقى 5 اكس، تبقى 5 الناحيه دي اكس الناحيه دي، وناخد 8 عامل مشترك يبقى 1 زائد دي تربيع على 8. يبقى لو خدت 8 عامل مشترك يبقى 1 زائد دي تربيع على 8، يبقى دي الصوره اللي احنا عاوزينها، دي الصوره احنا عايزينها، نقدر بقى نفكها. احنا قلنا الصوره دي تتفك، واحد ناقص جي اوس اكس جي ناقص تربيع ده تلعيب وهكذا. تمام، احنا المعادله دي من الدرجه الاولى، فاحنا هنبدا نفك 5 على 8 في اكس، تبقى 5 على 8 اكس. تمام، وبعد كده التفاضل الثاني للاكس بكام؟ بزيرو. التفاضل الثالث للاكس بزيرو، يبقى اذا 5 على 8 اكس، يبقى ده الحل البارتيكول الاولاني. ثم بعد كده الحل البارتيكول الثاني هو ده، احنا قلنا ده اس ايه؟ اي. طالما اي يبقى هنعوض بالسالب واحد هنا بدل الدي، يبقى دي تربيع بقت سالب واحد، يبقى واحد زائد 8 ب 9، يبقى 9 9 من تحت هنا. طب وفوق كانت كام؟ كانت 2 اي اس اكس، يبقى 2 على 9 اي اس ايه اس ماينس اكس. يبقى احنا عوضنا فقط عن الجزء ده. ايه ده جت منين؟ كان في 2 اصلا، صور الراجل نسي كده، يعني 2، تبقى 2 على 9، يبقى ده الحل التاني. يبقى الحل المجمع عباره عن الواي كوميوليتيف زائد الواي بارتيكولار 1 زائد 2 الاولاني، اللي هو سي 1 كوزاين 2 جذر 2 اكس، سي 2 ساين 2 جذر 2 اكس، زائد البارتيكولار الاولاني اللي هو 5 على 8 اكس، زائد البارتيكولار الثاني اللي هو 2 على 9 اي اس ماينس اكس. وكده نحن نكون ايه؟ خلصنا المسائل الخاصة بالطريقة دي النون هوموجينيوس.